الكمامة ما بدها قانون، في نصوص قائمة، في المادة واضحة صريحة رقم 770 من قانون العقوبات تلزم المواطنين على احترام الأنظمة البلدية والإدارية تحت طائرة الحبس أو الغرامة. ممكن تطبيق هذا الأمر بكل سهولة لو فعلا توافرت الرغبة العارمة لدى السلطة في تطبيق القانون على الجميع بكل المواضيع. تطبيق القانون ما بده قرار، بده فقط إرادة لتطبيق النصوص الحاضرة، لأننا بحاجة لتشريع، لأننا بحاجة لتفكير ونقاش قانوني وعلمي وتشريعي، وحكومة فيها تصريف أعمال ومجلس نواب يجتمع أو لا وبيشرع أو ما بيشرع. وهذا الموضوع تحديدا يتطلب من كل وزير يمارس دوره وموجباته المنصوص عليها بالمادة 66 من الدستور، واللي هي كذلك مثل المواطن مكتوب تطبيق الأنظمة والقوانين. كل هذا ما بيفيد، خلينا نطبق النصوص الحاضرة والأمور تستتب عندما يشعر المواطن أنه فعلا القانون عم يتطبق على الكل وبكل المواضيع. أهم شيء الوقاية، ما نوصل نلقط الفيروس وتنحمي حالنا. وضع الكمامة إلزامي وإجباري، وضع بطريقة مزبوطة صحيحة تغطي الأنف والفم بطريقة كاملة، كنا عم نحمي حالنا من 90-85% من التقاط الفيروس. هيك عم نحمي حالنا وعم نحمي اللي حوالينا، بالإضافة إلى السوشيال ديستانسينج والمسافات الأمنة والتباعد الاجتماعي.